كل سنة وأنتم طيبين مجددا، وما زلنا معكم نتحدث عن مسابقة 5 رمضان والتي هي دائمة، وعن مجلة جاج، وعن شركة مكة سمارت، وعن إذاعة سمارت والتي ستنضم سمارت 40.16. وهذه الإذاعة ستبث يوميا. الآن من الساعة في رمضان قصدي، من الساعة 2 إلى الساعة 6 مساء، ولكن أيام يعني ستكون في التليجرام مفتوح عبر الإذاعة على التليجرام 40.16، سمارت 40.16. ستبدأ 5 ذي الحجة، سيتم اختيار 1000 للدراسة، يعني حدود 1000 سيشتروا، يعني 15 ذي القعدة، أو التسجيل حيكون في 15 يوم، يعني أول يوم آخر يوم في شوال يبدأ طلب المنهج، مناهج التعليم أو المنحة الدراسية. وفي 5 ذي الحجة من 1000 سيتم قبول الطلبة للدراسة 12 ساعة في الأسبوع. طبعا عندنا نظام 10 أسابيع ثم 10 أسابيع ثم 10 أسابيع، هذا نظام فصل دراسي. يعني من عندنا 5 ذي الحجة و10 و15 و20 و25، ثم الشهر التالي 5، فهذه 10 أسابيع. طبعا أسبوع 5 أيام. وهناك اختبار بعد كل فصل دراسي اللي هو 10 أسابيع.